أنا ما قتلتش حد. أنا عاوز المحامي بتاعي فورا. اطلب لي مراد الفخراني لو سمحت. إيه ده يا سليم بيه؟ هنطلبه لك طبعا. اطلبه لي حالا دلوقتي فورا من فضلك. أكل مين ده؟ سليم بيه، أنت اللي في الفيديو ده؟ اطلب لي مراد بيه الفخراني من فضلك. زكريا، في مشكلة عايز أكلمك فيها. استنى بس أرد على خالك عشان بيكلمني. ها يا خالو. إيه؟ عم سليم اتقبض عليه؟ ليه، في إيه؟ طب أنت فين؟ حالا أكون عندك. هو ده زكريا اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. في فيديو مغرق الفيسبوك وتويتر، عمي سليم بيقتل فيه حد، كان جنبه فارس. شوف حضرتك، هو الفيديو هنا مش واضح، مش كويس قوي يعني، وكمان المصور يظهر كان بيصور من على بعد، فالامور مش واضحه، مش ظاهره. وكمان الانسان اللي موجود جوه الفيديو ده مش اكيد ان هو سليم بيه. الظاهر يا مراد بيه ان انت ما شفتش الفيديو كويس. انت شفت التاريخ اللي على الفيديو؟ لا ده مش شرط حضرتك. لا ده مش امور مؤكده يعني. مش ده اليوم اللي اتقتل فيه شريف العطار؟ هشوف سعادتك، انا اسف جدا يعني ان انا اتدخل في عمل سعادتك، بس احب اقول لسعادتك شريف بيه العطار ما اتقتلش، وشهادة الوفاة بتؤكد انه مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. العربية اللي في الفيديو دي مش عربيتك يا سليم بيه؟ اكيد لا. يعني لو سألت بكرة في المرور عن رقم العربية دي مش هتطلع عربيتك يا سليم بيه؟ وريني كده. وريني. اتفضل حضرتك. والحقيقة أنا عندي واحدة زيها، بس ما أظنش هي اللي في الفيديو دلوقتي. سعادتك لازم تعرف حاجة، الموديل ده مرتب في السوق، بس مش أكيد إن لازم تكون دي عربية سليم بيه اللي موجودة جوه الفيديو. أفهم من كده بقى إن العربية الأصلية موجودة. طبعًا موجودة، يعني هو يعني إحنا هنخبي عربيتنا؟ هي قشاية، دي عربية، بس مش هي نفس العربية دي. ايه اللي انتوا عاملينه فيه ده؟ انتوا مش عارفين ده مين؟ اهدى بس يا زكريا، اهدى، الموضوع كبير والقضيه لابسه عمك سليم. روح انت يا زكريا دلوقتي. روح ازاي؟ وانت هتروح فين؟ انا هروح في داهيه يا اخي، مالكش دعوه بيا. روح انت، خليك معاهم في البيت، وخلي بالك من الشغل اللي وراك، فاهمني؟ خلي بالك من الشغل اللي وراك يا اخي. انا مش عايز اشوفك هنا، هنا انا هعرف اتصرف، بره مش هعرف، عشان كده لازم تكون انت موجود هناك. يلا اتفضل امشي بقى. انا هعرف مين اللي عمل فيك كده ومش هسيبه. تاني هو ايه؟ مش خلصنا وقفلنا الموضوع؟ الله، وانا ما ينفعش اجي هنا غير عشانك انت بس؟ هو الكون كله بيلف حواليك انت بس ولا ايه؟ صح، انت عندك عن اذنك. بس ما يمنعش برضه ان انا عايز اتكلم معاكي في موضوع. لو عايدك كده، هو انت ناسي ان انا صاحبه مكان بدل ما اخليهم يطردوك بره؟ صاحبه المكان عمرها ما هتطردني. بعدين وانا مش قلت لك المره اللي فاتت مفيش حاجه ببقى عايزها لما اعرف اجيبها، ومفيش حاجه ببقى عايزها لما الف وادور عشان اجيب اخرها. ما تجيب اخرها وتخلصنا هنا. هنا شوقك زكريا العطار. بقى ايه في حياتك يا صالح؟ حياتك الباقي يا عيشة ونعمة بالله. أنا قلت أجي أعزيك، ولو إنك يعني كل ما بتشوفني بتهرب. وهارب منك ليه يا عيشة؟
ده انت بنت عمي. بنت عمك؟ ماشي يا صالح. عموما انا جيت عشان اقول لك ان انا ما بقتش زعلانه منك. مش بيقولوا اللي بيحب بيسامح؟ وانا بحبك. عيش، انا اعتذرت لك اكتر من مره، وعلى العموم يا ستي انا اسف لك للمره المليون. كلمه اسف ما بتمسحش الزعل، زيك دي كلمه معلش ما بتطيبش الوجع، وانت ما فيش على لسانك غيرهم. عايزه نعمل لك ايه يا عيش؟ اعمل في نفسي ايه طيب؟ انتحر مثلا؟ بتحبها؟ طب ما تعملش معاها زي ما عملت معايا. كسر القلوب مش بالسهل يا ولد عمي. والحب مش بايدينا يا عيشه، وانا بحبها وهتجوزها. نفسي ادعي لك، بس انت ما سبتش جوايا حاجه نظيفه تخلي ربنا يستجيب. خير يا جيهان؟ زكريا والدك جرى على ملا وشه ليه؟ حصل ايه؟ سليم اتقبض عليه وزكريا رحله. سليم؟ خير، حصل ايه؟ لما ان شاء الله زكريا يرجع هنعرف. مش هتطلعوا تناموا شويه ولا ايه؟ لا، يناموا ايه عاد؟ نطمنوا عليهم الاول، وبعدين في شويه كلام عاوزين يتكلموه. خير، كلام ايه اللي ما يستناش الصبح يعني يا زينب؟ لا ما تاخديش في بالك ولا تشيلي هم، روحي انت اطمني على عيالك. الا قولي لي، فارس مين قاعد معاه؟ زكريا بعت له حراسه، اصله في غيبوبه. ادعي له يا شيخ عبد القادر. بدعي له والله، ربنا يشفيه وادع عيشه. يعني يا ولدي عشان يتيم محدش هيقعد معاه. قولي لي يا جيهان، لو كان ولدك كنت هملتيه؟ هي ليه دايما الدنيا بتدور على اكتر حاجه بتوجعنا وبتدوس عليها؟ ليه بتاخد مننا الناس اللي بنحبهم؟ مش بتسيب لنا غير الناس اللي بيكرهونا وبيؤذونا. علشان هما بيروحوا لمكان احسن من هنا، مكان بيجمع الطيبين وبس. لكن الناس المؤذيه ربنا بيسيبهم عشان يديهم فرصه تانيه يتوبوا، لكن هما بقى لا بيتوبوا ولا بيبطلوا اذيه. انا عم شريف وحشني قوي، وبابا، بابا وحشني قوي. مامي تفضلي. مفيش حد حاسس بيكي قدي. ربنا ما يحكم على حد باللي انا حاسه بيه. انت عرفت ازاي؟ وايه اللي عرفت ازاي؟ انا تلميذ ولا يا نونا؟ وايه المطلوب دلوقتي؟ اديك عرفت انا مع مين؟ ايه؟ مش خايف؟ انا خايف ليه؟ انت اللي المفروض تخافي. ما اظنش ان زكريا كان يعرف حاجه عن اللي بينا، ويعني فاكر انه اول بختك. تعالي لو عارف هيزعل قوي، بس اللي اعرفه عنه ما بيحبش كده. زكريا ما ينفعش يعرف اي حاجه كانت بينا، وبعدين احنا اللي بينا خلص خلاص. ارحمني ابوس رجلك. ارحمك ليه؟ وانت رحمتني؟ انت سايق العواق وعوجة لسانك عليا من الصبح يا كونتيسة. بعدين ما تقلقيش، طول ما احنا حبايب ما حدش يعرف حاجة. حبايب ازاي يعني؟ لا ده موضوع مهم هكلمك فيه في البيت عندي. انت باين عليك الخمرة لحست دماغك. انت لو عندك دماغ اصلا فكري بقى الشويتين دول، فكري بدماغك. اولا انت خايفه زكريا يعرف حاجه من اللي بينا. تاني حاجه وده الاهم بقى، انا ممكن امسك تليفوني دلوقتي هبعت رساله صغيره لمرات زكريا اقول لها جوزك بيتجوز عليكي، وانت عارفه ساعتها زكريا هيختار مين. هيختار ان هو يقتلك. انت عارف انت بتلعب مع مين؟
ده جوزي. بابا عارف ان انت متجوزة ولا انت تخصص في السر؟ صنع حرفك تحب تلعبي في الضلمة زي عينيكي. اقولك على حاجة، اللي بطلبه منك ده هتتعودي عليه، ما تقلقيش. انا مش هخون زكريا. اذا كان الراجل نفسه بيخونك، الراجل معاه اتنين حريم، يبقى انت من حقك يبقى معاكي اتنين رجاله. هو ده تماما. هستناكي في البيت. خلاص خلاص. سلامة مدام. نور، من فضلك ممكن اكلم حسن العطار؟ مين؟ مفيش حد عندينا هنا بالاسم ده. واسمعي، لو اتصلت هنا تاني مش هيحصل لك كويس. ايه اياد؟ ايه ياسمين؟ انا كلمتهم في الدار، رد عليا واحد قال لي مفيش حد اصلا اسمه حسن العطار، وبعدين قال لي ما تتصليش هنا تاني. انا مش فاهمه ايه ده. يعني ايه الكلام ده؟ مش عارف. المهم بكره نتقابل ونتحرك مع بعض. طب ما تتاخريش، وانا ظبطت الدنيا مع واحد معرفه في الاقصر، اول ما هننزل هياخدنا ويودينا على دار الايتام، هحجزها بكره الصبح ان شاء الله. المهم انت خلي بالك من نفسك. اوكي. زكريا، عمك سليم عمل ايه؟ الحمد لله يا عمتي، لفقوا له تهمه وهيخرج منها بسرعه ان شاء الله. طب تعال، انا عايزك في كلمتين. معلش يا عمتي، بعد إذنك بلاش كلمتين دلوقتي، أنا راجع ومشاكل الدنيا كلها فوق راسي. لا يا حبيب عمتك، معلش عشان خاطري، خلي مشاكل الدنيا تزيد مشكلة كمان. تحت أمرك يا عمتي، قوليلي إيه مشاكلك؟ يعني كنت عايز أعرف زين أخويا قبل ما يموت ما اتكلمش عن وصية، ما قالش حاجة عن ميراث كده؟ يعني ميراث إيه يا زينب؟ من امتى يعني العطارين بيفرقوا ورثهم؟ طول عمره كان في ايد زينة الله يرحمه، وبعد كده هيبقى في ايد الكبير من بعده. يا حبيبي يا اخوي، الله يرحمك يا زين، ما عشان مات وما قالناش مين الكبير.